معاكم أحمد عواد، صاحب متحف عواد. ابتديت في الهواية من عمري صغير. بالنسبة عن الهواية، الهواية هي صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعبة لأنك تتعب على ما تحصل قطعة معينة، إذا أنت تبي قطعة معينة، إذا تبي النوادر. وسهلة أنك ممكن في خلال شهر تكون متحف، ولكن المتحف يبي له القطع المميزة. عشان تأخذ القطع المميزة تتعب لما تحصلها. طبعاً أنا كونت المتحف ذي يعني جهد وتعبت إنه عشان أجمع قطع منتقاة، عشان كثرة المتاحف في البحرين. طبعاً في ناس كثيرة عندها متاحف جميلة، مقتنيات فوق ما يعني الواحد يتصور، ولكن أنا على قدي، يعني المتحف صغير، بس إنه يعني حبيت إن أحط فيه أشياء منتقاة تكون يعني قد المستوى اللي لو زارني صاحب متحف ما أكون يعني بمستوى أقل منه. عندي كم من الوثائق، عندي كم من الغراش، يعني أهو بعض البنود اللي في مقتنياتي اللي هي أكثر منها، مثل زجاجات المياه الغازية، الشباريت، صور الفنانين والفن. طبعا من الأشياء اللي أنا أعتز فيها اللي هي الروادو الصغيرة، والروادو الصغيرة حرصت أن أجمع منها كم يعني حلو يتعدى 100-120 راديو، وحصلت عليهم من أكثر من منطقة أو من دولة، لأن الروادو يعني خصوصا الصغيرة لها ذكريات. وطبعا كان أغلب الناس كانت تيود الراديو الصغير وتحطه يعني تقدر تسمعه وفي كل مكان تقدر توفره، بدل الراديو الكبير اللي كانوا يعني يسمعونه في القهاوي أو في المناطق يعني مفتوحة. فجمعت كمية حلوة من الروادو الفليبس والزينث والماركات المشهورة. بالنسبة عن الروادو الكبيرة، المكان أو المتحف اللي عندي ما يستحمل أن أحط فيه تقريباً يعني يمكن يوم اللي أقدر أحط 3-4-5، وبالذات الروادو الموبيليا الروادو الكبيرة. لكن الروادو الصغيرة أقدر أحتفظ ب 150 في شوكس واحد. فعشان كذي حرصت أن يجمع الروادو الصغيرة، والروادو الصغيرة فيها أشياء مميزة، يعني في روادو على قد يعني قد العملة، روادو صغيرة. الروادو قيمتهم المعنوية أكثر من القيمة المادية، إنك أنت عندك مجموعة من الروادو يعني أشكال مميزة وصعب تحصل عليها، خصوصا الروادو الألمانية الصغيرة حاليا غير متوفرة. وفي يعني مثلا بعض الروادو الزينث والماركات المعروفة مو سهلة تحصل الأحجام الصغيرة كلش، وخصوصا إذا كانت بعلبتة والسماعة معاها، فهذه من الأشياء النادرة اللي ممكن تحصلها. فلذي السبب أنا حرصت أن أجمع الأشياء الصغيرة والنوادر منها وبألوان مميزة.
أنصح الشباب اللي يعني يحاولون يسوون متاحف أنهم ينتقون القطع، لأن كثرة القطع ما لها لازمة. انتقي القطعة اللي أنت حبها وتهواها ونادرة. في بعض المتاحف عندهم مواد كثيرة، ولكن 50% من المواد ممكن تلقاها في السوق اليوم، ولكن انتقي قطع مميزة فيها سعرها وتكون نادرة، لما ييك الشخص الهاوي ويشوفها يعرف ان دي القطعة تسوى. أتمنى من الجيل القادم يعني، وأولهم مثلا ولدي أنا الحمد لله أعلمه وبنتي أعلمها، أن يقتنون الأشياء التراثية وأحببهم فيها. وأتمنى من الجيل القادم أنه يحافظ على التراث ويحافظ على ما ورثه الأجداد، ويكون هذا التراث موجود جيل ورا جيل.